ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الجوزاء ليوم الاثنين 3 يناير 2022. لا يبدو ان جبال المشكلات النهارده والاضطرابات اليوميه في طريقها انها تتلاشى للاسف. خليك حازم وتحاول انك تستعيد رأيك في كل اللي حواليك، وكل المهم انك بتعاني من انتكاسات دايما. وازن الامور بعناية وتفكر في اهدافك اللي انت عاوز تحققها عن جد، وتلك اللي انت عاوز تتغاضى عنها. ولو استطعت انك تنفذ ده فهتجد ايضا الحلول اصبحت اسهل النهاردة. بالنسبة لك مهنيا، القرارات العشوائية مش في مصلحتك اليوم. حاول انك تنجز المطلوب منك علشان تبقى مرتاح وخالي من الهموم، وما تدخلش نفسك فيها اكتر واكتر. بالنسبة لك عاطفيا، اهتمامك ببعض التفاصيل المهمة بيدفع شريكك انه يمنحك ثقة اكبر من اللي ممنوحة ليك، وحتى حرية التحرك اليوم. بالنسبة لي صحيا، ما تتهاونش في بعض الأمور اللي ممكن تشكل خطر كبير جدا على صحتك في المستقبل، فخليك مركز. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيواصل القمر عبوره لبرج الجدي اليوم بالتوافق مع كوكب الزهرة وبلوتو في الصباح. حتى مع وجود إطار ذهني عملي أكتر، فإننا هننجذب للأنشطة اللي هتجلب المزيد من الجمال والانسجام لحياتنا. بيتحرك القمر للبرج الدلو وهيتماشى مع عطارد حديثا في اللافتة هذا المساء، ونحن نقدر التعاون اللي هيحصل، وهنميل إلى استخدام المحادثات علشان نوصل لهناك. يساعدنا في أننا إيجاد أرضية مشتركة، وهيفتح خطوط اتصال جديدة. بيقوي موازاة الشمس للمريخ اليوم عزيمتنا، وهيسرع ردود أفعالنا. هيحدث القمر الفارغ من الساعة اليوم من الجانب الآخر للقمر قبل تغييره واقترانه مع بلوتو، حتى يدخل القمر في برج الدلو اليوم. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ودعمكم ليا.